هذا وقام رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي بجولة تفقدية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات الصعيد. واطمأن رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الجولة على سير العمل في المنشآت الصحية وبجودة الخدمات المقدمة، كما راجع عمليات الميكنة والتحول الرقمي وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، مشددا على متابعة منظومة صرف الأدوية كافة لأصحاب الأمراض المزمنة في المنازل ومتابعة التسجيل الإلكتروني للملفات الصحية للأسر وفقا للأهداف المستهدفة.